وهذه شهرين وانا مريضة، شهرين وانا كنعاني، ما حال لي الطبيب اللي مشيت له. ما عندي راجل، ما عندي ولادي كبارين، ما عندي حتى شي واحد. وكنناشد المحسنين يعاونوني، ما عطيونيش الفلوس، خلصوا ليه الطبيب نتعالج، ما خصنيش الفلوس. ولما خلصش غدا نمشي، هذا هو المشكل اللي عندي. ولادي مساكن مترشين كل واحد في جهه، والصغير اللي معايا كيعليني حماق، يقول لك انا ماما ولا مشيتي شكون يعيكم بينا، واش غنمشيو للزنقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي كريمه من مدينه طنجه، ام لاربعه اطفال. عندي شي ما عنديش الراجل مطلقه، وعندي ولدي الصغير هو مسكين اللي كيقابلني. وديجا عندي مشكل، عندي حادثة سرف من 2015، يعني تقريبا مشلولة كاملة. وهذه شهرين وانا مريضة، شهرين وانا كنعاني، ما حال لي الطبيب اللي مشيت له. كيقولوا لي عين مشكل في المعدة، في المعدة. هو مشكل ما كانش عندي في المعدة، كان عندي مشكل في الكلوة. يعني وكانوا غير قالوا لي في اللو كنت قررت تعالج في ديك السعاده. هو دابا هاد اليومين اخوتي المغاربه ما دخلتكم، غابت من العايل الصغير، ما عرفش فين، ما عرفش شنو يعمل. جابني كنيني كنيشان، مع كانت عندي منزله تما في الدار واحد 2000 درهم، مسكين جا حاطه في لاكيس. مع اصلا دائما كنجي هذا الطبيب هذا كمي كنمرض كنجي ليلو. صدق ملي جيت هنايا كيجبروا الصدمه الكبرى اخوتي، الكلوه وقفت، كلوه وقفه لي، جبروها عامره بالصديد، تعمرت نفخه بزاف وفيها صديد. هو يعني الطبيب قال لهم دابا خصها تفتح، واختكم انتما عارفين انسان الحاله الماديه ما كاينه لا خدمه لا ردمه، انا يمشلو له في الكروسه. ما عندي راجل، ما عندي ولادي كبارين، ما عندي حتى شي واحد. ايوا خوتي جابوني، المهم عتقوني هنايا. ودابا خوتي كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، دابا هما خرجوا لي واحد سيو هي كيصفي لي ديك الكلوه من الصديد، وخصني جوج د العمليات. وكنناشد المحسنين يعاونوني، ما عطيونيش الفلوس، خلصوا ليه الطبيب نتعالج، ما خصنيش الفلوس. العمليه شحال تقريبا؟ العمليه 3.5 مليون، ثلاثه العمليات دابا حملت الاولى البارح، ودابا خصني نشوف شخرين. هاد العمليات شنو يعملوا دابا؟ ولا ما خلصت، ما خلصتش غدا نخرج في حالي. واحد السيده هي مسكينه عطاتني واحد البركه باش نخلص هيدا شويش اللي عملوا لي الاولى، والحق باقي لي جوج اخرين. يعني خصني ضروري، ولا ما خلصتش غدا نمشي. هذا هو المشكل اللي عندي. دابا نخرج من الدار، نخرج بديك التيو في الطاري. شحال نقول لكم اخوتي المغاربه، راه حالتي حاله. ولادي مساكن مترشين كل واحد في جهه، والصغير اللي معايا كيعليني حماق، يقول لك انا ماما ولا مشيتي شكون يعيكم بينا، واش غنمشيو للزنقه. ودابا كنشهدكم الله يرحمكم الوالدين. انا كنقول لكم ما خصني لي شي طوم، ما عطيوني شي الفلوس، انا خلصوا لي غير عالجوني. والناس اللي كتقول كلينيكا مشيتي ليلى ولا هذا، انا مستعده نمشي معكم، ماشي غير كلينيكا، حتى الطبيب ديال الدوله ولا شغل لا قبل عليا داوني. انا مشيت له تحفيت فيه، ما قبلوش، يعني قبلوني شي في الطبيب ديال الدوله. يعني ماشي انا جيت وجيت للكلينيكا، راه حتى تكحط وانا شهرين وانا طالعه هو دا في الطبيب ديال الدوله، حتى وصلتنا هاد الحاله اخوتي المغاربه. حسبوني اختكم، حسبوني اي وحده من ديك الناس ديال الزنزان، حسبوني اللي بغيتو. اللي عاونني باش ما قدر، المهم نخلص الطبيب، نعم كمل العمليات. الله يرحمكم الوالدين. قلتي انا خدامه، ما عنديش شي مدخول؟ ما عندي حتى مدخول اخي، عايشه مع الناس. هيدا واحد يعطف عليا بهادي، واخر يعطف عليا بهادي، باش نخدم؟ حيت انا حتى الكلاس نورمال ما كنجلسش، انا كامله حدايد، كامله حديد، فهمتيني؟ هادشي اللي كتب علينا الله، الحمد لله. ان
هادشي اللي كاين، وكنتمنى تساعدوني. الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. هو هادشي اللي هنقدر نقول لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.